جهدا وهو شبل صغير، وحبها الله أن يكون من الرجال وهو قائدهم الذين سخرهم الله في أوقات هالكة كانت تمر بها الجزائر. فلولا تسخير الله لهذا الرجل العظيم كانت العاقبة لا يدري أحدا أين كانت متوجهة إليه الجزائر. وبحكمته وتبصره يعني تمكن من مرافقة الشعب لبلوغ هذه الأمانة، وحبانا الله أننا رافقناه واستجبنا للنداء لما نودي لي. استغفر الله، الجزائر في حاجة لأبنائها. رحمه الله، رحمه الله الشهداء، وهو شهيد الجهاد الأكبر، شهيد الجهاد الأكبر رحمه الله، وأسكنه فسح جنانه وألهام ذويه الصبر والسلوان، وألهامنا معهم الصبر والسلوان. إن شاء الله نكون حافظين على الأمانة التي أوكلناها الله بواسطته لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية العظيمة. هذا هو شو نقول للشعب الجزائري، كونوا أوفياء لأمانتكم، حافظوا على هذه الدولة